مسيكم بالخير جميعا، وكل سنة وانتم سالمين. في احتفالنا بعيد جميع القديسين نتحد مع الكنيسة بأسرها حتى نضم صلاتنا ونضعها في هذه الشركة، شركة القديسين، حتى بإيماننا، بصلاتنا، بتقدمتنا، بتضحياتنا نكون نحن عم نحمل الكنيسة بكل احتياجاتها. نحن بنحط صلاتنا بين إيدين ربنا، وربنا بعطي الشفاء للمريض، بعطي التعزية للحزين، بعطي السلام للمضطرب، بعطي الأمان والعمل للمحتاج. فنحن بصلاتنا اليوم بالاتحاد مع كل المشاركين معنا من خلال قناة النورسات نضع صلواتنا أمام هيكل الرب حتى يمنح العالم سلام الحقيقي، شفاء الحقيقي، وينجينا من كل شر ومن كل شدة ومن كل مرض. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات المباركون، عيد اليوم يذكرنا أن جميعا مدعوون لنسير في طريق القداسة، ولكن الحاجز الأول والأكبر هو الخطيئة، هو تجربة الشيطان التي تحرمنا هذه النعمة. فلنضع أمام الرب كل ما حملنا في قلوبنا من خطيئة، من ضعف، من تجربة، طالبين الصفحة والغفران كي نكون أهلا للسير على طريق القداسة. أنا أعترف لله القادر على ولكم أيها الإخوة بأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإيمان. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية. آمين. وعلى الأرض السلام.
لنصلي أيها الإله الأزلي القدير، يا من تنعم علينا اليوم بتكريم مجد القديسين في عيد احتفالي واحد، نسألك بحق هذا العدد الوفير من الإخوة الشفعاء، فانشر علينا غزير نعمك وواسع بركاتك، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. رأيت أنا يوحنا ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا خاتم الله الحي، فنادى بصوت جهير الملائكة الأربعة الذين وكل إليهم أن ينزلوا الضرر بالبر والبحر، قال: لا تنزلوا الضرر بالبر والبحر والشجر إلى أن نختم عبيد ربنا على جباههم. وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع أصباط إسرائيل، وتوالت الرؤيا فبدأ لعيني جمع كثير لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل لابسين حلاً بيضاء، بأيديهم سعف، وهم يصيحون بصوت جهير: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ وبالحيوانات الأربعة، فسقطوا على وجوههم عند العرش وسجدوا لله قائلين: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والعزة أبد الدهور، آمين. فقال لي أحد الشيوخ: من هم أولئك الذين يلبسون الحلل البيضاء ومن أين أتوا؟ فقلت له: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من المحنة الشديدة، غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل. كلام الرب. الشكر لله. للرب الأرض وكل ما فيها، الدنيا والذين يسكنونها، لأنه أسسها على البحار وأرساها على الأنهار. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع الأرض. من يصعد جبل الرب ومن يقيم بمقامه المقدس، الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل على الباطل نفسه. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع الأرض. إنه ينال بركة من الرب وصلاحا من إله خلاصه، هذا هو جيل من يطلبون المولى، جيل من يلتمسون وجه إله يعقوب. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع الأرض. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى.
أيها الأحباء، انظروا أية محبة خصنا بها الآب لندعى أبناء الله، وإننا نحن كذلك. إذا كان العالم لم يعرفنا فلأنه لم يعرف. أيها الأحباء، نحن منذ الآن أبناء الله، وما كشف بعد عما نصير إليه. نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه، لأننا نراه كما هو. كل من كان يرجو منه هذا الرجاء طهر نفسه كما أنه هو طاهر. كلام الرب. الشكر لله. جميعاً أيها المراقون والمثقلون، وأنا أريحكم. هللويا 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 فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان لما رأى يسوع الجموع صعد الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم، قال: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح، للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجلك نمي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. مسيكم بالخير وكل سنة سالمين. عيد جميع القديسين هو عيد بزرع الأمل والتفاؤل في نفوسنا. فهذا المجد اللي وصله إخوتنا بالبشرية، إخوتنا بالضعف البشري، هو رجاء وأمل كل واحد فينا. صلاتنا، مسيرتنا، حياتنا كلها تتمحور حول هذا الهدف،
إنه نوصل للاتحاد الكامل بيسوع المسيح، إنه نعيش بالمجد الكامل مع يسوع المسيح. ما صلواتنا وقداديسنا وكل ما منعيشه من نعم في حياتنا الأرضية إلا تذوق لهذه النعم والأمجاد السماوية اللي بتنتظرنا في السماء. فعيد اليوم لما الكنيسة بتجمع كل القديسين في عيد احتفالي واحد، حتى بالفعل جدد فينا هذا الأمل وتأكد وتثبت فينا هاي الدعوة إنه كلنا مدعوين للقداسة. بتأكد الكنيسة إنه مش فقط القديسين اللي رفعتهم على المذبح واللي رفعت صورهم بالكنائس هم فقط القديسين، حتى ما نفكر إنه العدد اللي سمعناه بالقراءة الأولى في سفر الرؤيا 144,000 هو فقط هذا العدد اللي بالسماء بصففش محل ولا واحد فينا، وإنما هذا العدد رمزي اللي هو بيشمل أصباط إسرائيل 12 والرسل 12 ب 12 144,000 هو رقم رمزي ليشملنا كلنا وتكون المجد السماوي والسماء مفتوحة للجميع. فبتأكد الكنيسة من خلال هذا العيد إنه بناتنا عاش كثير من القديسين، عاشوا وماتوا بريحة القداسة بعبير المسيح، أهلنا جدودنا اللي عشنا معهم واختبرنا حياتهم عرفنا كيف قدروا من خلال الصعوبات اللي عاشوها يوميا ومن خلال التزامهم بحياتهم اليومية إنه يعيشوا بريحة القداسة وهم قديسين، حتى لو ما حددت لهم الكنيسة إنه اليوم الفلاني نحتفل بعيد فلاني أو فلان أو فلان، هم قديسين وموجودين بجوار عرش الحمل بيرفعوا المجد والتسبيح، بتزينوا بالحلل البيضة وبرفعوا صحف النخيل نصرا وابتهاجا بهذا المجد اللي وصلوا له. فهذا العيد هو بشملهم جميعا، حتى نعرف انه نحن كمان هذا هو مصيرنا وما نخلي نفسنا تستسلم للخوف، تستسلم للعواصف اللي موجودة حوالينا، تستسلم للمشقات وللكل المغريات اللي موجودة في هذا العالم. كثيرين بكثير من الأحاديث بيقولوا أبونا الله يعين أولادنا بكرة، شو العالم اللي بدي واجهوه، شو المستقبل اللي بيستناهم، ما تخافوا، زي ما الشهوة عم تسبقهم لبكرة كمان النعمة عم تسبق كل شيء، زي ما الخطر والخوف عم بسبقهم لبكرة وبمخططاتهم لبكرة، أيضا ربنا موجود قبل كل شيء في بكرة. الله هو هو أمس واليوم وللأبد، الله موجود، ولكن ثقتنا فيه وثباتنا فيه هو اللي بيخلي القداسة تولد فينا وتنمى فينا وتكبر فينا. لهذا السبب لما نسأل مين هم القديسين زي ما سأل يوحنا في الرؤيا، قالهم ذاك اللي يجوا من المحنة الكبيرة غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل. المحنة الكبيرة هي اللي تكلمنا عنها الإنجيل، سيد المسيح طوبى للفقراء، طوبى للودعاء، طوبى للمحزونين، طوبى للسعين إلى السلام، طوبى للمضطهدين على البر. هذول اللي إجوا من المحنة الشديدة، هذول اللي قدروا إنه يبيضوا حللهم يغسلوها بدم الحمل، دم أحمر بس بعطيك الثوب الأبيض، ثوب النقاوة، ثوب القداسة اللي بزرعها بنفسه. فبالتالي من خلال تأملنا بهذه الكلمات الإنجيلية نعرف إنه القداسة هي عطية بس أنت بتقبلها، القداسة هي هدية من ربنا أنت بتعيشها، أنت بتقبلها في حياتك وبتعيشها وبتتمتع بميزاتها، بتتمتع بثمارها. فبالتالي مش مطلوب منك هالجهد الكبير ولا مطلوب منك هالإشي اللي خارج عن الطبيعة وخارج عن إرادي، دائما بتسليم إرادتك لربنا ووضع ربنا هو المحور الأساسي لحياتك، هون تتلخص كل معاني القداسة وكل طرق القداسة. وهذا الإشي مش بعيد عن حياتنا، والكنيسة في الفترة الأخيرة لاحظت إنها عم تعلن كثير من القديسين اللي عاشوا بناتنا، وآخرهم القديس كارلو. شفنا كيف شاب صغير
عايش حياته، بحب الانترنت، عمل كثير شغلات بسيطة، وبالأخير الكنيسة رفعت صورته، لا هو بثوب المناولة ولا بثوب الكهنوت ولا بثوب الرهبنة، وإنما ببدلة الرياضة، حتى تقول لك إنه أنت كمان بظروفك، بحياتك، بضعفك، بخطيتك، قادر كمان إنك تكون قديس، مش بهمتك ولا بتقواك، وإنما بقبولك لنعمة ودعوة القداسة اللي ولدت فيك من العماد، وبتكبر فيك بنعم وعطايا ربنا اللي بتاخدها بالأسرار الإلهية، بتكبر معك يوم بعد يوم، لحظة بعد لحظة، ولكن القرار الأساسي عندك، والقرار الأساسي في حياتك. أنا بدي القداسة، بدي أعيش القداسة أو ما بدي أعيشها، لأنه بالنهاية إذا بدك تكون قديس بدك تحط هذا الشيء مشروع بحياتك. كيف تقول أنا بدي أكون مهندس، بدي أكون طبيب، بدي أكون صيدلي، في هدف بدي أوصل له بحياتك، لازم تحط في قلبك أنا بدي أكون قديس. خلص حطيت الهدف، وكل ما في حياتي وكل ما بأعمالي، مش بالضرورة فقط الصلاة، دراستي، أكلي، شربي، تسلايتي، كل ما في حياتي بيقودني إلى هذا الهدف، أنا بدي أكون قديس، انتهى. أنا حددت هدفي وقادر أستخدم الوسائل اللي بتوصلني لإله. خياري واختياري هو اللي بيخليني أنسى ضعفي، أنسى خطاياي، لأنه دائما الشيطان شاطر، كل ما بدك تبلش تحط إيدك على إجرك على الطريق وتبلش بهمة، بصير بذكرك، بشدك للماضي. هلأ صرت بدك تصير قديس، نسيت شو عملت، نسيت شو سويت، نسيت الخطايا الماضي تبعتك. لما بشدك للماضي بنسيك هدفك اللي انت ماشي لإله، بينما عمره المسيح ما شدك للماضي. المسيح دائما بنظره بأخذك للأمام، للص اليمين قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما قال له ليش انت على الصليب ولا ايش سويت بحياتك ولا ليش وصلت لهالمرحلة، قال له اليوم تكون معي بالفردوس. ما رجعه للماضي، مع زكا، مع الزانية، مع كل اللي قبلهم المسيح، عمره ما رجع مع واحد للماضي، لأنه بيعرف أن الماضي ثقيل، ولكن بنسيان الماضي، برحمة الماضي، بنسيان الضعف، كانوا كلهم قادرين أنه ينطلقوا للأمام وأنه ينطلقوا للقداسة ويعيشوا المجد اللي أراده السيد المسيح. وهذا الشيء اللي نحن بنحتاجه اليوم. فالاحتفالنا اليوم بالكنيسة المنتصرة هو فرح وأمل ورجاء جديد من جدده في نفوسنا، ولكن بنفس الوقت هو تجديد للدعوة اللي بنحملها منذ عمادنا، نحن مدعوين للقداسة. وهذا الشيء مش صعب ولا مستحيل، وإنما بعيشه بأمانتي لحياتي اليومية، بأمانتي لإرادة ربنا، لمشيئة ربنا. لما بتمم إرادة ربنا في حياتي أنا بعيش القداسة، لأنه ربنا بده إياني قديس. كونوا قديسين أو كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. هو قدوس وبده إيانا كلنا مثله، بمحبته وغيرته علينا بده إيانا كلنا نشبهه. عشان هيك صلاتنا بهذا اليوم المقدس وهذا العيد المقدس إنه ربنا يسامح ضعفنا، يسامح تخاذلنا، يسامح ترددنا اللي موجود في قلبنا، ويزرع في قلبنا القوة والعزيمة حتى في كل يوم نجدد قبولنا لهذه الدعوة، وفي كل لحظة وأمام كل صعوبة نجدد قبولنا لنعمة القداسة، حتى ننشر عبير المسيح في كل مكان، ننشر مجد المسيح في كل مكان، ونعلن مجد المسيح في هذه الأرض قبل ما يتحقق بشكل كامل في المجد السماوي. فهذه طلبتنا وهذه صلاتنا اللي بنرفعها في هذا العيد، طالبين من ربنا أنه يحقق فينا القداسة ويزرعها في كل مكان وفي كل كنيسة. آمين. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، أو الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن الخطأ، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
وتجسدا بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلبا عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى أيها الإخوة الأحباء القديسون في منازلهم هم شفعاؤنا في السماء ولقد كانوا على الأرض قدوة للمؤمنين في الحياة المسيحية الأخيرة فلنطلب إلى الله أن يكتب لنا بعد هذه الحياة ظفرا مثل ظفرهم ومجدا مثل مجدهم من أجل أن يستكشف المسيحيون دعوة الله الشاملة إلى القداسة والكمال إلى الرب نطلب استجب يا رب من أجل أن يكثر في كنيسة المسيح أبطال القداسة والفضيلة إلى الرب نطلب استجب يا رب من أجل أن يتخذ المؤمنون دروب القداسة الحقيقية وأن يحرروا أنفسهم من قيود الفريسية والنفاق إلى الرب نطلب استجب يا رب من أجل أن يرى المؤمنون ضرورة أن يتناموا كل يوم على حب الله والقريب إلى الرب نطلب استجب يا رب من أجل أن يحقق الناس مشيئة الله ويكونوا قديسين إلى الرب نطلب استجب يا رب وبإيمان وثقة لنضع بين يدي الرب ما حملنا من طلبات ونيات خاصة نسألك يا رب شفاعة إخوتنا القديسين أن ترفع عنا وعن هذا العالم كل ألم كل مرض ووباء وأن تمنحنا دائما سلامك وتعزيتك الحقيقية إلى الرب نطلب أيها الآب السماوي يا من دعوت الناس إلى الخلاص وأردتهم أن يكونوا قديسين نسألك فآتنا أن نطابق بين حياتنا والإنجيل وأن نلتحق بجماهير القديسين وأن نتمتع معهم بما أعددت للمختارين بالمسيح ربنا روح الله لنا Thank you.
دملنا بالقوة، تحيا فينا الآن روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا دملنا صلى الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك بمجد اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة. أيها الرب العظيم في القديسين، لتحظى برضاك هذه الهبات التي نرفعها إليك في تكريمهم وبحق أولئك الذين نعلم أنهم يقيمون الآن في دار الأمن خالدين، لنكن على يقين من اهتمامهم بأمر خلاصنا الأبدي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، فإننا نشيد اليوم بذكر مدينة السماء أورشليم المقدسة أمنا. هنالك بين يديك يحل موكب إخوتنا القديسين، وبحمد اسمك على الدوام يسبحون، ونحن المسافرين طرق الأرض بهدى الإيمان والرجاء، فكلنا اغتباط بما ناله أولئك من المجد السام الرفيع بعد أن كانوا أبناء لكنيستنا المجاهدة، وبهم نجد سندا لضعفنا وقدوة لحياتنا وباعثا على أن نسرع إلى ملاقاتهم في مدينة العلا الأبدية. لذلك فمع جمعهم الغفير ومع جمع الملائكة إياك نمجد بصوت واحد هاتفين. نسألك مبتهلين بابنك يسوع المسيح ربنا أن تقبل هذه التقادم والقرابين وتبارك هذه الذبيحة الطاهرة التي نقدمها لك من أجل كنيستك الجامعة المقدسة، فامنحها السلام واحفظها واجمعها برباط الوحدة واشملها برعايتك في المسكونة كلها. وإننا نقدمها لك مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وجميع الذين يسهرون على الإيمان الرسولي القويم. اذكر يا رب أبناءك المؤمنين، نذكر جميع من نريد الصلاة من أجلهم من الأحياء. نذكر بنوع خاص جميع المرضى وجميع المتألمين، واذكر يا رب جميع الحاضرين ها هنا الذين أنت بإيمانهم وتقواهم عليم، فنحن نقدم لك عنهم ذبيحة التسبيح هذه، وهم يقدمونها لك معنا ويؤدون الإكرام إليك أنت الإله الأزلي الحي الحقيقي. رجينا لهم
ولذويهم الفداء والخلاص والسلامة. وإننا مع الكنيسة بأسرها نذكر ونكرم أولاً سيدتنا مريم المجيدة الدائمة البتولية والدة الإله يسوع المسيح ربنا، ثم خطيبها القديس يوسف العفيف، ورسلك وشهدائك الأبرار بطرس وبولس وأندراوس وسائر القديسين، فامنحنا بصلواتهم واستحقاقاتهم عونك وحمايتك على الدوام. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن خدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. احفظ أيامنا في سلامك، ونجنا من الهلاك الأبدي، وضمنا إلى جماعة المختارين. اللهم قدس هذه التقدمة بقوة بركتك، اجعلها لائقة بك مرضية لديك، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم ابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا. فهو في الليلة السابقة لآلامه أخذ خبزا بيديه المقدستين المكرمتين، ورفع عينيه نحو السماء إليك أيها الآب القدير، فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ هذه الكأس الجليلة بيديه المقدستين المكرمتين، فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. في جسدك ودمك نحن خدامك وشعبك المبارك نحيي أيها الآب ذكرى آلام ابنك المسيح ربنا وقيامته من بين الأموات وصعوده المجيد إلى السماء، ونقدم لجلالك السامي من هباتك وعطاياك هذا القربان الطاهر المقدس، خبز الحياة الخالدة وكأس الخلاص الأبدي. فنسألك أن تنظر إلى هذه الذبيحة نظرة العطف والرضا، وأن تقبلها كما قبلت قرابين هابيل عبدك الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا، والتقدمة النقية التي قربها لعزتك الإلهية ملك صادق كاهنك الأعظم، ليقدم ملاكك القديس هذا القربان على مذبحك السامي أمام جلالك الإلهي. وكلما تناولنا من هذا المذبح جسد ابنك ودمه الأقدسين، فلنمتلئ من كل النعم والبركات السماوية. اذكر يا رب أبنائك الذين سبقونا بعلامة الإيمان ورقدوا في السلام. نذكر الموتى المؤمنين. نسألك يا رب أن تسكنهم وجميع الراقدين في المسيح
مقر السعادة والنور والسلام. أما نحن خدامك الخطأ الواثقين برأفتك العظيمة، فاجعل لنا نصيبا في شركة الرسل والشهداء مع يوحنا المعمدان واستفانوس ومتية وبرنابا وسائر القديسين، ونسألك أن تقبلنا في عدادهم لا لاستحقاق منا بل بفضل حلمك الواسع، بالمسيح ربنا الذي به ما زلت أيها الآب تبدع كل الخيرات وتقدسها وتحييها وتباركها وتمنحنا إياها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدون. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك فامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام أمنحكم، لا تنظر إلى ضعفنا وخطايانا بل انظر يا رب إلى إيمان وإلى محبة كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح تبادلوا التحية. يا حبل الله النبيح الحي القائم في مجد الآن والموجود الآن في جمعنا خبزك يعطينا الحياة والموجود الآن هوذا حمل الله هوذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. أن تدخلا تحت سقفي ولكن قل كلمة واحدة. جسد المسيح ودم يحفظ نفوسنا وأجسادنا
للحياة الأبدية. شئت حياتي فبين يدي، إن شئت أشواقي فهي إلي. إني لست أطلب شيئا من لدي غير حبك لأميني والسعي إلي. هذه هي طلبتي، هذه منيتي،
قداس مقبول كل سنة تسلمين. بعد ما احتفلنا اليوم بالكنيسة المنتصرة، بكرة نذكر الكنيسة المتألمة ومنصلي من أجل جميع إخوتنا اللي سبقونا للأبدية بعلامة الإيمان. زي ما تعودنا دائما بصلاتنا نرفع طلبتنا من أجل جميع من صلاتنا للقديسين حتى تتحد كنيسة الأرض المجاهدة مع كنيسة الأرض المنتصرة، السماء المنتصرة. خلينا مع بعض ونحن راكعين نصلي ونرفع صلاتنا بشفاعة بعض القديسين اللي نعرفهم واللي قديسين بلادنا. كيريا ليسون، كريستا ليسون، كريستا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. أيتها القديسة مريم والدة ليلى، صلي لأجلنا. أيها القديس يوسف، صلي أيها الملائكة ميخائيل وجبرائيل ورافائيل، صلوا لأجلنا. يا جميع ملائكة الله القديسين، صلوا لأجلنا. أيها القديس يوحنا المعمدان، صلوا لأجلنا. أيها القديسان بطرس وبولس، صلي لأجلنا. يا جميع الآباء والأنبياء القديسين، صلوا لأجلنا. يا جميع الرسل والإنجليين القديسين، صلوا لأجلنا. أيها القديس كيرلس الأورشليمي، صلي لأجلنا. أيها القديس فرانسيس الأسيزي، صلي لأجلنا. أيها القديس أنطون العجائبي، صلي لأجلنا. أيتها القديسة ماريا الفونسي، صلي لأجلنا. أيتها القديسة مريم ليسوع المصلوب، صلي لأجلنا.
القديس شربل. صلي لأجلنا. أيتها القديسة رفقة. صلي لأجلنا. يا جميع قديسي الله وقديساته. صلوا لأجلنا. نسألك يا رب أن تحفظ كنيستك بشفاعة هؤلاء الإخوة القديسين من جميع الآثام ومن جميع الأخطار والأمراض. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. لنصلي. أيها الإله العجيب القدوس الأوحد، يا من نسجد له في تكريمنا لجميع القديسين، أنعم علينا نحن أيضا بإدراك منتهى القداسة في ملء محبتك، كي نعبر أخيرا من مائدة المغتربين هذه إلى وليمة الوطن الخالد المسيح ربنا. الرب معكم. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح. حضرة العذارى يا أم البتول، يا عون النصارى زنبق الحقول، يا أم النقائي نفحة العطور، إناء التقائي أجمل البدور. صلي عذراء لأجلنا، صلي عذراء لأجلنا، يا أما جهية يا باب السماء، وردة سرية مرآة الصفا، يا أما عجيبة بهجة الحياة، يا بكرا حبيبا مرفا النجا. صلي عذراء لأجلنا، صلي عذراء لأجلنا، يا أما قديرة يا برج داود، نجمة منيرة تابوت العهود، يا فخر الجدود ملجأ لنا، إنعام الوعود ملكة السلام. صلي